صبحي بيضحك هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. بضحك ما عم بعرف ليش وشو ما شفت بضحكني، حاسس حالي كتير فريش او كابتن صبحي بزكزكني هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. شو هالقصة ما لا حل، عم اضحك حتى ابكي، التوازن عندي اختل وما خلصت بعد الضحكي هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. شكرا لك سلمي. فيك تحدثينا السنة شو مجهزة؟ وين رح نشوفك؟ شو اللوك اللي عملتيه؟ شو كنا بيقولوا التفاصيل المهمة اللي بدنا اياها؟ يعني للأسف السنة ما شاركت إلا بعمل الغربان، لأنه أنا السنة كنت غايبة برات الشام، كنت ضيفة بمسلسل كوميدي حلقات منفصلة اسمه نيو لوك. نيو لوك. إيه وسيم السيد. إيه. الغربان مع أستاذ ناجي طامي. فهدول العملين يعني كثير على الخفيف، ما بعتبر حالي انه السنه شاركت، خليها تكون استراحه للسنه الجايه. طيب ما انك اجيتي على اللاذقيه بتحبي البحر؟ ايه طبعا، يعني له خصوصيه كثير. صافي منه؟ ايه كثير. بيقولوا البحر غدار. مو كمان، هو مو وسط غدار، والبحر البحر هو يعني بعتبره الحياه. يعني جميل لدرجه الدهشه، مخيف لدرجه الدهشه، عميق لدرجه مرعبه. صعب كثير حدا يستوعبه كله او يفهمه بهذا، لذلك لما بتقعدي قدام البحر بشكل لا شعوري بتحسي حالك فورا انشردتي. هلا اجينا وعلى البحر دغري مباشره. اجينا وحاملين الشام معنا على البحر دغري، بدنا نحط كل الاوجاع بقلب البحر نكبها وننبسط. يا الله شو حلو، فوت لجوا. شكرا. تمام الحمد لله، انت كيفك؟ انا طبعا اليوم رح اخبركم عن الرحله. نحن رح نمشي بسرعه 20 عقد بحريه، الرياح جنوبيه شرقيه متوازنه السرعه، ان شاء الله سرعه الموج هذا يعني على وشك ما شاء الله من وين البحر وحلو مثلك. هلا ايامك. اهلا وسهلا، بنبلش مش هيك؟ يا ريت والله. تفضل كابتن. بس شوي ضيع الفرامات عم يمزح معك. بحب ينزل. لوين رايحين احنا؟ رايحين جولة ضمن البحر. طبعا. اهلا وسهلا. ولك قليل ادب ولك؟ حاطط البيدون بنص المي. في بيدون هاد اللي عم اشوف له الادب. يا كابتن صبحي. عفوا انا بعتذر منكم بس ما معقول بحر هذا يا مدام.
عاملين لنا اياه مثل ما حتى بالسيارات في الطريق بصفوا بنص الشارع والبيدون حاطينه في نص البحر. طيب تركت هذا بليز عمم الادبون بعتذر انا مكتوب تفضل فينا نبلش مقابله تفضل اوكي انا بعتذر منك طبعا هي في خبرك شغله هي ناحيه حاويات جاي هلا عبرت المصيف هلا بدها تدخل لعنا على المينا هون بالصف الاول طيب ليش عم تترك لها اياه بتعود هلا انا بسوق ما اضربه بس كنا عم نحكي عن البحر عن علاقتك بالبحر فيك تحكي لنا شيء نهفي او شيء قصه صارت بالبحر ايه يعني مثلا شيء انا بشكل عام بخاف اسبح أوكي. ما بسبح يعني بالبحر ما كثير بتذكر انه ايه شو صار كابتن ليش طفى لا ما طفى بس انا عم ريح المحرك لانه يبدو رح خبركم خبر خبرين اثنين اثنين حلوين وواحد سيء المحرك انضرب هلا انا رح انزل بس شد له لان جوال الكولاس حلو تبع مش باللي اخذ في جوال طبعا شكل غلط طبعا الناس اللي اخذ مثله في السياره في بلاتين في جوال كولاس لو عندك تنزل اوقات ببنشر لو عندك تنزل سلحه بدي انزل سلحه تحت وين تحت؟ تحت بالغرفه التحتانيه انا ما حطول عليك ونديا يا كابتن شو ما بعرف شو الترتيب يعني رح خبركم خبر صار اشتغل مسح الرسول تمام اشتغل وين دارس انت كابتن انا تخرجت من حمص دارس بحرية بحمص دارس بحمص؟ لا دارس تجارة تجارة واقتصاد قلبت بعدين هلا لا تفلت لا تفلت لا لا ما حفلت ما حفلت بس هذا قليل أدب برا من قدامي بسرعة جنونية هذا ليفت الثاني العمى شو أجدب هيك بده يسوق؟ لأنك أنت عم تسوق سيارة ما ليك طيب هذا مين بده يشغله إن شاء الله ليك عم تسوق يا كابتن أنا عم سوق ليش هيك عم تميل هالآن؟ ليك شو لخاف؟ يا كابتن يي يي شو هاد؟ مين هدول؟ هدول رفقاتي لك شو رفقاتك؟ مين هدول؟ كابتن صبحي مين هدول؟ هذا صديقي عفوا مدام كيفك شو كيفك؟ انا شو اللقاء اللي حكيت لي عنه نحن جايين لا نحن بس هذا صديقي مين هون؟ صديقي بالحارة جاي لك حارة شو انت ما معقولة وعامل لي شبشيل الدرا شو هذا؟ لا مو طبيعي انت عن جد لا مو شبشيل الدرا بس مين؟ لا تخرب عمرتك لا تخرب عمرتك يا كابتن الله شو جنان هذا لك وين راح مين بده يسوق هاي يا كابتن تعال سوق الله انا ما مرضك هون جد عد انت وياها لك تعال هون يا ربي لك تعال هون تعال هون ارجع لهند هي لا تخافي لا تخافي انا معي شو تعال لهون يلا ارجع يا كابتن لك تعال هون يا كابتن الله يخليك يا شباب وقفوا تصوير يا شباب شو هذا؟ انتوا مين انتوا؟ لا انت مو طبيعي لوين جايبتيني انت؟ حاسه حالي وليش هيك القارب عم يعمل؟ مرحبا حدا سائل عني؟ شو؟ ليش هيك عم يميل هالقد وشي دخان من تحت؟ كابتن فيك تفهمني شو اللي عم بيصير؟ استغفر الله العظيم على هالجاي ليش طفى المحرك؟ لا لا ما في شيء انا رح خبركم خبرين واحد سيء واحد منيح يا علينا لسه اخبار واخبار خبرين الخبر السيء الاول انه نحن كان بيننا وبين الموت انا كنت عم بنجح معقول ثلاث دقائق بس انا كوني صبحي انقذتكم وبس عطى المحرك بس معكم تنزلوا صبحكم انا بدي اروح شو انت عم بتجن علي انت عم بتجن علي انت نزامي لك يا تخلى ما مرتك تجن علي لانه شو عم تساوي؟ لك يا اخي شايف البحر شو كبير؟ قال قد السمكات اللي بلبه بحبني ما في ولا سمكه الا شفته معلش معلش عم ما اجزمهم عم ما اخلص لك عم تكسبي على جوزك وليه؟ لك شو هاد؟ يا كابتن الله يخليكم يا عم خلص عدو 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 ما هو جميل هذا اللي كده
يا علي الحلال اذا بصيركم شيء بسبحكم عن بحط وحده هون وحده هون انا برجع فيكم سباحه عفوا مدى شو فاكرين انا ما قلت قراتي مع الكابتن صبحي قاهر الامواج قاهر البحار يا اخي حبيبي انا ما بدنا نرجع سباحه بدنا نرجع على اليابسه يلا على اليابسه اذا سمحت سكت لي هدول الله يخليك بس في لقاء هون في لقاء في لقاء في لقاء يا جماعة خلص عدوا شوي عدوا شوي ريحوا بس يلا ريحوا 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 حلو المشوار ايه حلو المشوار كثير مين هدول مين هدول انت كيف طلعتيني هيك بناتها لك يا كابتن انا حاجزي هذا اليخت مع الكابتن حسن من الكابتن حسن اليوم مريض بعثوا لي الكابتن صبحي الكابتن حسن صار معه دوار دهليزي بحري شيطان تنفس صناعي تمه هيك الحمد لله هلا صار منيح هلا هاي الفيوزات اذا هيك بدنا نوصل على اليابسه بهي الفيوزات الله يسلمك كابتن الله يخليك لك ورجعنا على المعروف لك شو هاد؟ عم يدخن عم يدخن مين عم يدخن؟ مين عم يدخن منكم براك؟ شو عم يدخن؟ لا ولا قوت الا بالله مين عم يدخن؟ لا اله الا الله عم يدخن مركب خليك شو هذا الصوت؟ لا تخافوا شباب مسكوا لك رح نقلب شوي ثانيه ليش هيك عم يصير يا الله؟ لا تخافي مدام هلا احزروا شو رح تساوي هلا رح خبركم خبرين خبر الخبرين مفرحات انه رح رجعكم انا رح ارجعكم ادعوا لي بس انا رح انزل لتحت شد علبه السرعه وافرط جوان الكولات وهي دخنه شو؟ لا خلص ولي ايه والله ما رح نوصل وفيني مخ انا مي شو يا مي طلعي مي طلع مي انفتق والله في مي وين في مي؟ وين في دخنه؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا الله المحرك عم يحترق يا جماعه يا كابتن الله يخليك معك رقم اتصلنا بحدا لك رقم شو خلصني بقى رقم الشرطة العم روح على وشي بقى مشينا خلصنا على البطيخة على اليابسة العين تطرقك ان شاء الله العم على هالجنان مين هدول اللي طلعتهم معنا وانت وين جايبتيني حبيبتي انا جايبتك على برنامج اسمه العم شو معمول معروف يا كابتن صبحي الله يوفقك شو هذا ادي صلي بيمشي بالبحر اول مرة في لك كيف بدنا نرجع يا الله كيف يرجع يا كابتن الوقت ما حد لا ما حد الوقت بس اصلحها حبيبي اخي هلا مصاريكم برجع لكم اياها لك هذا مجنون كمال الله كلنا ما حدا اتصل مع حدا لك دخنت هي بديش نوصل لها انا رح اتصل مع مخفر الشيخ ظاهر لا مع خطر السواحل الله دقيقة شوي الو يعطيك العافية المخفر انا الكابتن صبحي انا صار معي مشكله وانا بنص البحر على بعد 70 عقده من البحر متجه شمالا غربا ولا في وجهه الزلمه نعم بس اقول لك شو سرعه الرياح يعني شي 12 كيلو سرعه الرياح جاي هتمزح معي ما غليظ لك تفضل على ورق انا عم بغرق فكرني عم بمزح معك يا كابتن كرمال الله لا لك شي حله شي قصه عمول معروف انا مالي انا رح ترككم انتم تصرفوا انا رح اخذ تاكسي لك شو تركنا شو في انديل تحت شو انديل البحر لا تخاف وينه ليك اكثر منك على مسمار والله شو لونه الابيض لك خلي السرعه بعد عن المدام بتخاف بعد سكر هذا سكر لي لا حول الله طلع لنا قنديل البحر يعني قنديل البحر بس معقول شمعة بس ولعيله شمعة بالليل بيهرب هيك سمعنا يا كابتن كرمال الله مناويين نام هون ونقطع بنص البحر عمال معروف ورجعنا طيب حاضر لا هلا حكيني كلمة قاعد عم ترقص حكينا كلمة رجعنا لو انت رجعت رجعنا على اليابسة خلص حكي مع حدا خرب البطيخ هذا إذا ما معكم مايويات نحن متنا شو؟ إذا ما معك يعني ما بتعرفي تسبحي عفوا مدام؟ لا ولا أنا ما بعرف أسبح لك أنا برجعي لك شو نسبح شو نعمل؟ شو بدي أرجع محل ما كنت لوين كنتي؟ لا إله إلا الله لا تخافي شبك لمين طالعين؟ لهين هذا لمين هذا؟ يا كابتن صبحي كرمال أنا اللي بشغله لهين اشتغل الحمد لله صلى ايه رجعنا محل ما كنا ايه حباب الله يوفقك ايه شو يا صبحي شو
حريقه 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 كابتن. شو لك في دخنه عم تطلع من قدام؟ لك خنقتونا يا الله. صحيح شو هاد؟ مين شو هاد؟ تعال هون شوف شو عم بيصير. بتنزل انا بدي اسمع. شو عم بيحترق يا خيب؟ زلوا 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 شكوه. لك طول بالك كرمال قلع كلنا من خبر الشواطئ مع حدا. خبر الشواطئ؟ ما هيا راسه كابتن. شو؟ لك حريقه هذا كب السيجاره والله يعطيك. ليه عم يكب سيجاره مع البنزين كبيت السيجاره؟ رجعنا؟ لسه واقف المحرك وشغل المحرك. ما معقولة انت عن جد يعني؟ شو بساوي انا يعني؟ شو بساوي لك طيب؟ شو انا مثلك طيب انا؟ شو مثلي انت؟ انت هي مسؤول عنا. طب وين مسؤول عنا؟ بتعرفي تعي شو في؟ انت بتعرفي هذا يعني؟ ما بيشتغل ما بيشتغل عم بقلك ما بيشتغل. حركة لشوف كيف كانت عم تشتغل معك؟ عم تحرك عم تحرك بس ما عم بيرجع ما بيرجع. اشتغل بهدول هدول كنت عم تكبسهم. هي ها هلا عم بكبسهم ها اشتغل ها. شفتي شلون اشتغل؟ اشتغل شوي. بس بعدين تعالي يا طائر. طيب يعني مبينة مبينة يوه العين تطرق عم تصير كنت موقفتنا. شاي دخن اللي تحت شاي دخن اللي تحت. هذا جهاز دخن جايبينه الجهاز تطلع فيه يا امها وتطلع فيه تضرب 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 على الرعبة. لا ما ارتعبتي. غير ما كانت رجعنا. والله كابتن كابتن أسامة يحرق غيمك. ما قلتي باي للكاميرا؟ ولا باي ولا شيء لأنه كنتوا ما حدا ارتعب مثلنا. كلكم عرفانين بالقصة وكيف عرفانين إنه هذا بالضبط؟ لا مو عرفانين صورين مجاني. ما بيعرفوا؟ ما بيعرفوا انه رضوان الا انا الا انا. بس بالله يسلمك سلام منك. يعني اكلناها شوي شوي مو كثير. ها عفتني عرفته عرفته واكل كم مني. شكرا كثير على المشوار الحلو على المجانين. هذول احلى شيء المجانين. شكرا. بس ما جيت هلا مدري شو شو؟ ايه ما هي صرنا عيال بس رضوان شكرا كثير لكم. شكرا كثير. انا كثير مبسوطه بكم بهذا المشوار ومبسوطه انه اجيت على اللاذقيه بعد فتره منيحه. انا بحب سوريا بحبها لدرجه ما بقدر اوصفها وبتمنى كلياتنا نحب سوريا لأنه فعلاً تستاهل. سوريا أجمل بلد بالعالم. سوريا أمكم عن جد حبوها لأنه تستاهل. حبك سوريا. باي. كابتن صبحي بيضحك هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. بضحك ما عم بعرف ليه وشو ما شفت بضحكني. حاسس حالي كتير فريش او كابتن صبحي بزكزكني هيك وهيك وهيك على يخت النجوم. هالقصة المالا حل
عم اضحك حتى ابكي. التوازن عندي اختل وما خلصت بعد بحكي هيك وهيك وهيك على يخت النجوم.